مغرورة حضرتك؟ لا أبدا، مو غرور. قلت هذا الكلام بعد ما طلع اسمهان، وبتوقع أنه هو من أفضل الأعمال العربية. أنا حسيت باسمهان، ممكن كتير ممثلات أخريات يعملوا الدور، بس أكيد مو مثلي، لأنه حالة التماهي اللي وصلت لها بيني وبين الشخصية كانت كتير كبيرة. حسيت ما حدا ممكن يفهم اسمهان مثلي، ما حدا ممكن يحكي بلسانه مثلي. بتوافقها لسلاف وخرجي بهذا الحكي؟ اي بوافقها. سلاف بنت مجتهدة جدا، مجتهدة جدا، يعني فوق ما تتخيل. يعني بنت راحت للأغاني حفظتهم، راحت اسمها بتحكي فرنسي، راحت حكيت فرنسي كأنها فرنسية، تحكي إنجليزي راحت إنجليزي. بنت مانا من الجبل حكت درزي بطلاقة. طموح عالي المستوى، ذكية، بتقدر تلقط الملاحظة، ما بتتعالى على انه حدا يقول لها رأي، بتعرف مين اللي بيحبها ومين اللي واقف معها، عرفت شو؟ وما دخلت بالصغائر سلاف، يعني ما روحت سلاف البني آدمي. فمشان هيك حتى هلا بريتا مثلا، يعني انا محمود درويش كنت يحطوا لي العبري على ورقه مشان اقرا، لانه عم تحكي 3-4 سطور عبري، يعني وبدها العبري بدك تشتغل عليه. مو بس سلاف، ابدا سلاف سلاف، كل الحكي اللي عملنا في ورقه حطيت قدام بنت مجتهده فظيعه. طيب بعد مرور كل هالوقت على مسلسل اسمهان، كشفنا اسرار مشهد الغرق. مشهد الغرق اخذ يوم كامل، يعني كان هو يعني مشهد نهايه المسلسل، والحقيقه اعتقد حتى هو مشهد النهايه بالمسلسل نفسه، يعني كان ببحيره بمدينه الانتاج الاعلامي، وقصينا سياره السقف تبعها نقص، ودخلوا كل الغواصين والكاميرات المائيه، وتم مشهد الغرق هذا الاسطوري، وتم ربطه بغرق الحصان اللي صورناه على طريق درعا. لما فلت الحصان الابيض وبلش يرفس بالمي وهرب فهذا الغرق، غرق الحصان اللي كانت دائما تحلم فيه مع غرقها، هي هذا 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 المزيج، وهذا هي الصوره النادره، يعني كان مذهل. قد ايه قدرت سلاف تبقى تحت المي؟ يعني بالوقت اللي هي بتقدر تتحمله، لانه ضلت يوم كامل تغطس وتطلع، يعني عن جد؟ لانه ما بيزبط، ما بيزبط، يعني بدك تاخذ هي الطرف هذا لما ماتت، وهذا السكون ممكن ما يزبط، ممكن ترمش، ممكن تعيد، يعني عادي يوم عم تصور مشهد مدته دقيقتين، يعني